وطن منحازون للحقيقة. يعني هناك سلسلة من الفعاليات والنشاطات لمواجهة هذه التقليصات إن كان على المستوى كل الأقاليم في الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا وأيضا الأردن، لأنها تشمل هذه التقليصات كل الأقاليم المختلفة التي تتلقى الخدمات من قبل وكالة الغوث. وهذه أنا أعتبرها أيضا أنها سلسلة من الإجراءات الأمريكية الإسرائيلية الهادفة لشطب قضية اللاجئين وأيضا حق العودة لتمرير صفقة العصر ولفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين. لذلك هذه التقليصات كلها مرفوضة، وستقوم العديد من الفعاليات ونشاطات كما ذكرت، كما أن هناك تحركات على المستوى الدبلوماسي ومستوى منظمة التحرير الفلسطيني ومستوى رئيس الدائرة الحالي عضو اللجنة التنفيذية أحمد أبو هولي، والذي الآن يعقد مؤتمر في مصر للمشرفين والمانحين الذين يقدمون الأموال للأنروا لتحمل مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ما يحدث من تقليصات. فهذه جريمة ضد اللاجئين الفلسطينيين، جريمة جديدة ونكبة جديدة ضد اللاجئين الفلسطينيين. هذه الوقفة اليوم أمام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تأتي للإعراب عن قلقنا البالغ من استمرار التقليصات التي تمارسها وكالة الغوث باتجاه جمهور اللاجئين. هناك مئات الحالات التي فصلت وتم توقيف عدد كبير من أبناء شعبنا عن العمل. هذا يتناقض مع الرسالة التي أنشئت من أجلها الوكالة قبل نحو 70 عاما، وعلى الوكالة أن تستمر في عملها ورفض الضغوط التي تمارس عليها من قبل الولايات المتحدة حتى يتم تأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي 194. الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في العودة، والنضال الوطني المشروع الذي يخوضه هو من أجل حق عودته بصفة هذا الحق لب وجوهر القضية الوطنية للشعب الفلسطيني. ولا يمكن مقايضة حقوق شعبنا بالنضال المطلبي والمعيشي للاجئين، ولكن يجب على الوكالة في نفس الوقت أن تستمر في أداء مهمتها باتجاه جمهور اللاجئين والإيفاء بالالتزامات المالية والمعونات والمساعدات وفق القرارات الدولية بعيدا ورفضا للضغوط الأمريكية. وطن منحازون للحقيقة.